صالح السرداب. المشروع وصل الحمد لله عقب الحفر والدفن وصب الأرضية وصف الطابوق، اليوم وصلنا إلى الأنترات. بعد هذه مباشرة راح نبدأ في صب السقف، سقف السرداب، وفي نفس الوقت راح نبدأ إن شاء الله في أساسات كل المشروع. يمكن أنتم قاعدين تشوفونه الحين، والجماعة راح يعني يعطون بعض اللقطات إلى 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 هذا المشروع. بس هذا هو المشروع، أصبح واقع وأصبح مشروع على الأرض.